أكدت الحكومة أن أعمال إنشاء صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد بطاقة تخزينية تصل إلى 100,000 طن قاربت على الانتهاء. هذا وقد أشارت الحكومة أن تكلفة إنشاء الصومعة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13 مليون و200 ألف يورو قرض من صندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد، والباقي تمويلات ذاتية من الشركات العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه مصري. تم وضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب التي تتكون من 8 خلايا بميناء غرب بورسعيد في نهاية أكتوبر للعام 2021. المشروع متكون من 8 خلايا تخزين، 4 بسعة 14,000 طن و4 بسعة 11,000 طن، ومزود باتنين شفاط على رصيف عباس بقدرة 600 طن ساعة لكل شفاط. التخزينية عندنا في الصوامع هنا 100,000 طن متقسمة على 8 خلايا، 4 خلايا 14,000 طن و4 خلايا 7,500 طن. احنا المشروع هنا قائم على خرسانات بلبش زي ما احنا شايفين كده، وفي انفاق تحت، واستخدمنا نظام معين في موضوع الخرسانة اللي تحت عشان خاطر نمنع تسرب المياه داخل الانفاق، لان دي كانت مشكلة بتقابلنا كتير في الصوامع الموجودة قبل كده. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط محققة أعلى مستوى لها منذ نهاية نوفمبر الماضي لتسجل ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة بلغت 1.36 في البيئة محققة 83.55 دولار للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 30 من نوفمبر. كذلك ارتفعت العقود الأجلة للخام الأمريكي بنسبة بلغت 0.84% لتسجل 78 دولار وسنتا واحدا للبرميل، وذلك في أعلى مستوى له منذ 29 من نوفمبر. كذلك أيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.40% مسجلة $2.83 للتر، فيما صعدت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 5.48% مسجلة $2.71، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن روسيا خفضت صادرات النفط والمنتجات النفطية طوعا بنحو 500 ألف برميل يوميا في يناير. وأضاف نوفاك أن سوق النفط العالمية متوازنة، لافتا إلى أن صادرات بلاده النفطية إلى الهند، وهي من كبار المستوردين، تسير وفقا للمقرر. جاءت تصريحات نوفاك بعدما ذكرت تقارير أن عشرات الناقلات المحملة بنحو 10 ملايين برميل من خام سوكول الروسي علقت قبالة سواحل كوريا الجنوبية منذ أسابيع. قال ألكسندر ديوغوف الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية، قال إنه لا يرى حاجة لتخفيضات إضافية في إنتاج النفط من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، ذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة بشأن سياسة الإنتاج. وأقرت أوبك بلس في نوفمبر الماضي خفضا طوعيا للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا، ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تقود السعودية الخفض بنحو 1 مليون برميل يوميا. تراجعت الأرباح الصناعية في الصين، وذلك لثاني عام على التوالي في 2023 بنحو 2.3%، وسط تراجع الطلب المحلي، مما أضاف ضغوطا على النمو الاقتصادي في ظل أزمة العقارات وأيضا المخاطر الخاصة بالانكماش. وفقا لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، تراجعت الأرباح الصناعية بنسبة بلغت 4.4% في أول 11 شهرا من 2023. هذا وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية من عملياتها الرئيسية مستويات 20 مليون يوان في الأقل.